السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ لسه طالعه من المطعم. عايزه اقول لكم الميه قطعه، عندي طبق بس ميه مليان، فقلت اعمل اسرع حاجه ممكن الواحد ياكلها. بصراحه انا كنت ناويه اعملها من امبارح بس ما حصلش نصيب امبارح. دي لحمه مفرومه نص كيلو، هاخد ربع هعمله حواوشي اهو، والربع الباقي هعصجه هعمل بيه رقايق. انا هنا اهو بصوا اهو، بس كده. هنا عندي اللحمه المفرومه اهي، هديها معلقتين من بهارات الحواوشي. بسم الله كفايه كده. وعندي بقى هنا فلفل وبصل. بسم الله كفايه كده عشان ما يبقاش كتير. ايوه كده. بصوا بقى هنا ده العيش اللي انا هعمله الميني، ده كان عندي في الفريزر، ده اللي انا هحشي الحواوشي. بصوا عنه بس لسه ماشي ماسك في بعض. على ما اجهز واروح فاتحه العيش ده وبعدها اعمل الحواوشي. قلب بقى ده كويس جدا. هعصج اللحمه عشان اعمل بيها صينيه رقاق. طبعا اسيبها في التتبيله شويه اللحمه دي على ما العيش يفك. بمره اكون عصقت اللحمه، هعصج اللحمه هنا اهي. البصل ده بقى البصل طلع كتير، انا ما بحبش البصل كتير في اللحمه ولا في الحواوشي. عصج اللحمه ليه؟ ادي بصل اكتر يرمي اكتر يا بنيه. شحبر الجن بتبدع. لا يا شحبر، انت يا شحبر فاشله يا شحبر. الله يخليكي، الشهاده اعتز بيها. الله يخليك. اعمل رقاق وحواوشي. ماشي. يعني عايزه ايه؟ انا كنت ناوي اعمل كشك النهارده جنبيهم بس معيش. حرام عليكي، رقاق وحواوشي. واعمل سلطه الطحينه، سلطه خضراء عشان بتيجي على الجرح جامد قوي. سلطه خضراء سلطه الطحينه. وبقى اللي ضايق في الموضوع ده كله ان انت بتجيبي الاكل تخش جوه عندنا تورونا. ما تخشش ناقصكم. طب ليه؟ هو كده تغمض ليش عين غير لما غصبه. حلو قوي. بسم عايزه اقول لكم عبيت السندوتشات اهي وعصقت اللحمه، بس للاسف بعد ما عصقت اللحمه ماليش مزاج اعمل رقاق. هعمل سلطه خضراء وطحينه بس ممكن مش هعمل طحينه، لا هعمل طحينه، هعمل طحينه وسلطه خضراء واعمل الحواوشي بس مش هعمل رقاق. ماليش نفس، انا اصلا زهقانه وقرفانه وتعبانه، ماليش نفس اعمل حاجه اصلا. كان في بنت سألتني بتقول لي انت بتقشريش الخيار بنتي صفا ما بتحبش تاكل قشره الخيار، هترجعه عشان كده بقشرها الخياره بتاعتها، يعني ما جراش حاجه يعني هيله وبتاكل. هقطع سلطه كده بسرعه، عندي زي ما انتم شايفين كده فضل خيركم بصل وطماطم وخيار. كان في حبه بقدونس عيانين كده حطيتهم، اقطعهم بسرعه واعمل الطحينه وبعد كده نشوي دوق. ده انا هعمله في الطاسه، هحط الطاسه، دايما بحب اعمل الحواوشي في الطاسه. ممكن طبعا تشوه على الفحم، ممكن تحطه في الفرن زي ما تحبه، بس انا بحس في الطاسه اسرع واسهل. في الفرن تقدري تطلعي وتقلبي وتقلبي، لكن في الطاسه بالمشبك كده على طول في ايدك بتقلبي اول باول ويكون اسرع بصراحه ويستوي بسرعه. بس كده هعمل بقى الطحينه وبعد كده نعمل الحواوشي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعت السلطه هنا، ادي طحينه اهي، طحينه خام، احط عليها كمون وثوم شويه خل وملح ولمونه. بصوا بقى هنا
يا جميل. عايزة بقى اسخن الطاسة دي كويس قوي، لازم تسخن كويس قوي قبل ما احط الحواوشي فيها علشان خاطر ما يتملي الزيت، لازم تكون سخنة قوي عشان يتحمر من بره ومن جوه، يتحمر من الناحيتين يبقى مستوي من جوه، تبقى سخنة والنار عليها وسط، ما ينفعش تبقى عالية قوي عشان خاطر النار لو عالية قوي العيش هيتحرق من بره ومن ناحيتين وهيبقى اللحمة نية من جوه، واحنا طبعا دي لحمة نية فعايزينها انها تستوي. مفيش يا جماعة حواوشي بيتعمل بلحمة معصجة، لحمة معصجة ديك ما ينفعش تتعمل بحواوشي، دي بيبقى اسمه رغيف لحمة او سندوتش لحمة، ما اسموش حواوشي خالص. حواوشي معروف لحمة بالبهارات بالبصل تتحش جوه العيش الني. بسم الله. بصوا الطحينة بقى اهي، بسم الله، شوية مية تتخفف بمية باردة عادي من الحنفية، ممكن تلج كمان يكون ألطف. يا بنتي ليه بتعملي بقى حاجات حلوة؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ الحواوشي المين الجامد ده؟ كريم طلع هياكل، خففها شوية كمان. العيش ده اسمه ايه؟ ميني. ميني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. شوية ملح. ليمون. وهنا ليمون برضو. شوية كمون. شوية خل هنا صغننين. وهنا كمان. هنا بدو الطحينة بس شوية زيت عشان يبقى شكلها ما تبقاش شكلها مليط كده. طبعا السمك زي ما انتوا عايزين براحتكم، احنا ما بنحبش الطحينه تكون تقيله. الطحينه خلصت افضيها بس في طبق ابيض. السلطه كمان خلصت اهي. تعال نبص على الحواوشي بقى. بسم الله. ريحته حلوه قوي. بصوا هجيب حته ليا دلوقتي واحطها في الزيت ده، تدي ريحه حلوه قوي. بسم الله. دي بقى تدي ريحه حلوه قوي دي. ولع حته فحمه برضه عشان بعد ما يتعمل اروح حاطه عليه فحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حطيت هنا ايه، فحمايه اهي مخليه ريحته حلوه قوي. انا عملت دول وهشيل دول في الفريزر واحطه تاني. تعالى بقى نرص السفره. بسم الله. شوف سوى اللحمه، بصوا سوى اللحمه شايفين. بس يا لاف الصوت الخضر اهي. نعم، ايه رايك البسها لك انا؟